السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. لقاء يتجدد. الكلام ده خطير جدا ومهم، وهو المملكة العربية السعودية تقوم بتقويض مشروع الشرق الأوسط الجديد. مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي هو بدأ من تقريبا 20 سنة، ممكن أكتر، وهو مشروع لدمار المنطقة العربية، منطقة الشرق الأوسط و7 دول عربية يتم احتلالها وتقسيمها لقطع، ولكن في نفس الوقت الغرب تأكد إن في خلال الأشهر الماضية أن المملكة العربية السعودية نجحت في تقويض المراحل الأخيرة من المشروع تقسيم المنطقة. قامت السعودية بتقويض المشروع ده بتصفير مشاكل الشرق الأوسط، سوريا، اليمن، قطر، مشروع أردوغان، مشروع الإيراني، لأن أمريكا لا تقوم بنفسها بهذا الأمر أو بريطانيا، ولكن هناك أكثر من مندوب ليها، والمندوب الأمريكي أو البريطاني أو الإسرائيلي في المنطقة ما هم إلا دول أو أنظمة في هيئة مشاريع في المشروع الصفوي أو المشروع الأردوغاني، وهنا بيكون تحت منهم برضو أكتر من مندوب، الميليشيات الإرهابية، ويتم استخدام ما هو اسمه الإسلام السياسي اللي أمريكا ابتدعته في خلال حقبة الثمانينات، ولكن ابتدى يتطور أكتر بالقاعدة وداعش طالبان، أدوات كتيرة جدا. ولكن في نفس الوقت بعد فشل المشروع ده في تصفير المنطقة اللي السعودية قامت بيه، قدرت في إشارات موجودة دلوقتي بدأت من السودان إنه هناك خطة بديلة بدأت من السودان لضرب التقويض السعودي للمنطقة وتقسيم المنطقة. والدليل على ذلك بيان المملكة العربية السعودية وكلمة الأمير محمد بن سلمان في البيان إن المملكة العربية السعودية لن تسمح بأي مشاكل في المنطقة وأي اشتعال في المنطقة، فده كان رسالة قوية جدا من ولي العهد السعودي باستخدام كل أدواته الممكنة والغير ممكنة لإفشال أي خطة بديلة لتقسيم المنطقة ونهب ثرواتها، لأنه في الآخر لما بيقسم المنطقة ليه هدف واحد، هو طبعا ليه أكتر من هدف، ولكن في من ضمن الأهداف المهمة بالنسبة لهم نهب الثروات. الثروات تطلع ثروات نفطية، ثروات معادن، ثروات ذهب، وفي نقطة أهم وهو ضرب الإسلام. إذن عندهم أكتر من هدف. أنا عايزك تعمل إعجاب بالحلقة عزيزي المشاهد، أنت مش هتتعب في الأمر ده، اشترك في القناة لو عجبك المحتوى، وانتسب للقناة لو عندك قدرة مادية، لأن الكلام مهم جدا وخطير. المملكة العربية السعودية وجدت أنه كان هناك أخطاء استراتيجية شاركت فيها بعض الدول العربية للسكوت على أمريكا والمتعاونين معها في تقسيم المنطقة أو مشروع الشرق الأوسط. مشروع الشرق الأوسط بدأ من أيام بوش الأب، ثم بوش الابن، ثم أوباما. أوباما اللي في 2009 بدأ المشروع الأكبر، وهو تمكين الإخوان من الدول العربية. البداية كانت من تونس، نجحت، ثم مصر ونجحت لمدة 1.5 عام أو 2 عام، ثم سوريا، فاليمن، وكان قبل منها بفترة تزيد عن أو ما يقرب من 10 سنوات، بداية من 2003 احتلال العراق. الاحتلال العراق كان الضربة الأهم، ولكن كانت بداية التجربة من أحداث 11 سبتمبر 9/11
اللي هم منها زرعوا الفرصة لاحتلال أفغانستان لكي يظهروا أن الوجاهة هي حروب صليبية. وما اتكسفش على فكرة جورج أو بوش الابن لما قال أن دي حروب صليبية، واللي هم بيقوموا بيه برضو دلوقتي هو برضو حروب صليبية، كل ده في إطار الحروب الصليبية. ولكن هم عايزين ينتفعوا بأمور كتيرة جدا. أمريكا غاضبة جدا الآن، وده ظهر في كل تصرفاتهم في المنطقة. أمريكا غضبت جدا من الاتفاق المصالحة ما بين إيران وما بين السعودية، لذا كان بداية ضرب المشروع وبداية تصفير المشاكل في المنطقة. ثم فجأة السعودية بعد المصالحة مع إيران تجد أن الطريق المصالحة مع الحوثيين اللي توقفت مرحليا، ثم الانتقال إلى بشار. إزاي وإحنا محتلين أكتر من 5 دول محتلين سوريا، ومحمد بن سلمان ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد عايزين يعودوا. الشيخ محمد بن زايد على فكرة ليه فضل وهيذكر التاريخ ده على فكرة، إن هو أول من أعاد فتح السفارات مع سوريا 2018. هو كان عنده الخطوة الاستباقية للأمر ده، ولكن كان في تعاون استخباراتي ما بين مصر وما بين سوريا طوال فترة القطيعة، لأن سوريا مليئة بالميليشيات الإرهابية، قاعدة، جندش، كل اللي أنت عايز تقوله، داعش، كله. لكن في نفس الوقت ان المملكة العربية السعودية ابتدت تستخدم سياسة جديدة وعملت نهج جديد وهو سياسة التوازن، وابتدت ان هي تعيد توازناتها بعد ما كان كل الثقل السياسي والدبلوماسي والعسكري والتجاري وكل شيء كان مع امريكا. فامريكا أثبتت عبر تصرفاتها بداية من أوباما وبداية من وحتى من بوش الابن ثم أوباما ثم بايدن، بأنه ليس هناك أي واقع لحليف استراتيجي، بل بالعكس أن أمريكا تركت السعودية بدون أي غطاء عسكري. فالمملكة العربية السعودية استعانت بالله سبحانه وتعالى ثم بكفاءة قدراتها العسكرية اللي أثبتت كفاءة نادرة، دفاع جوي أبهر الأمريكان والشركات العسكرية الأمريكية الصانعة للدفاعات الجوية، سواء عبر الصواريخ الجو جو أو أمور كتيرة جدا. السعودية أثبتت براعة كبيرة فإنها قادرة على حماية أنفسها بأنفسها، وأن الاتفاق العسكري والحلف الدفاعي مع أمريكا ما هو إلا وهم كاذب. فكانت بداية من أمير شاب ولي العهد السعودي إن هو ابتدى يقوم ببناء قدراته بنفسه، إعادة توازنات، يقوم باتفاقيات عسكرية اقتصادية متوازنة مع كل من الغرب والشرق، ولكن إن هو اتجه شرقا لنسبة معينة، ولكن لم يترك التحالف الاستراتيجي أيضا مع أمريكا، لكن هي لعبت توازنات. ما ينفعش ان انا ارتكن على روسيا او الصين فقط، ده خطأ، والخطأ ده موجود والتاريخ موجود. العراق اعتمد على التحالف مع روسيا او الاتحاد السوفيتي او روسيا بداية من 1990، وتخلت عنه روسيا في 1990 و2003، تخلوا عن صدام ولم يقفوا بجانبه. أيضا الاتحاد السوفيتي لم يقف مع مصر 1967 وكان الحليف العسكري والاستراتيجي الأكبر. هنا قرأ الأمير محمد بن سلمان التاريخ جيدا رغم صغر سنه، وإن هو لا يرتكن على تحالف عسكري فقط مع روسيا، لكن هنا كان عنده لعبة توازنات، تحالفات عسكرية كبيرة جدا بشراكة عسكرية واقتصادية، كوريا الجنوبية، الصين، روسيا، أمريكا، الهند، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، حتى جنوب أفريقيا، اتفاقيات عسكرية واستخدام لكل الخبرات وبناء أسلحة داخلية.
واللي كان بيحلم بيه في 2030 أصبح متسارع جدا لتنفيذه وتحقيقه قبل منها ب3 سنوات على الأقل. يعني 2027 ممكن جدا تجد أن الحلم أصبح حقيقة وانت شايفه بعينك الآن. لكن المشروع اللي أمريكا كانت بتتولاه بمشاركة بريطانيا وقوة أخرى لمشروع دمار المنطقة وتقسيمها نهب ثرواتها موجود في السودان بعد السعودية ما قامت بتصفير المنطقة. السودان واضح جدا، وانا اتكلمت من شهر تقريبا وقلت انه بعد انقلاب حميدتي في 16 من ابريل الماضي الامر هنا اصبح واضح جدا ان في اعاده اشعال المنطقه لبدايه الاشعال ثم التقسيم ثم نهب الثروات ثم تهجير السكان ثم زرع الميليشيات والارهاب وبناء قواعد عسكريه للاستدامه والاحتلال. هنا التصرفات اللي بدأت في السودان ليس لها معنى إلا معنى واحد فقط، تقوم بأمريكا وبريطانيا وآخرون لتقويض السعودية. السعودية قامت بضرب التقويض السعودي. السعودية هنا كانت بتقوم بعملية التقويض لمشروع الشرق الأوسط بتصفير مشكلة الحوثيين وإيران في اليمن ثم سوريا. استشعرت أمريكا هنا الخطر إن كل اللي أنا ببنيه بقالي أكتر من 20 سنة السعودية بتهده في خلال أسابيع قليلة جدا. طب أنا لو سكت على كده أكتر من كده يحصل إيه؟ فكان عندها البديل، وهي دي المشكلة اللي هتقابلنا. البديل إيه؟ البديل الخطط البديلة لأمريكا وللقوى الغربية لإعادة تقسيم المنطقة. بعد اللي حصل في الأيام الماضية من تصرفات السعودية لتصفير المشاكل، الأمر ده لم يعجب مهندسين مشروع تقسيم المنطقة ونهب الثروات. عشان كده احنا لازم نكون متأكدين، الكلام ده انا قلته، ان السودان هتكون بداية الإشعال، ولكن هناك أحداث أخرى ساخنة مفاجئة ستحدث في الغالب إما في العراق إما في سوريا. البداية كانت من العراق في خلال 10 أيام أو الأسبوع أو الأيام القليلة الماضية، بنقل القوات، وهيكون في مناوشات ما بين القوات الأمريكية والحشد الشعبي أو الولائيين أو أيا كانت المكونات اللي هناك. ولكن أنا أتوقع أن هيكون في خطوات أخرى يجب أن نتوقعها عزيزي المشاهد من أحداث جديدة في سوريا. من المؤكد أن في قادم الأيام أحداث غير معتادة، وناخد بالنا من أحداث غير معتادة، لأنه مع فشل أي مشروع بتجد أن في خطة بديلة، لأن أنت ما بتلعبش مع لاعبين عاديين، احنا بنلعب مع اللاعبين الكبار اللي هم بيضعوا قواعد اللعبة لإشعال المناطق في العالم. هم دي تخصصاتهم، دي لعبتهم. ولكن المشكلة في ان زرع في وسطينا ناس تقولك ان مفيش روح ايه روح المؤامرة دي، وايه الكلام الغريب اللي بيتقال ده انه الغرب بيقسم منطقة. لا، ده احنا المشكلة فينا، المشكلة في أنه ما بيتم استخدامه داخل المكون في نسيج الوطن. لأن أنت هتجد الخائن المتآمر اللي تم زرع أيديولوجية في عقله منذ فترة طويلة جدا وبيتم تنميتها واستخدامها، كل ده ليكون هذا المكون اللي داخل الشعوب العربية يكون ستاند باي، يكون جاهز في إطار ما هو الخطة البديلة. خطة بديلة جديدة بيتم إعدادها لضرب ما تقوم به السعودية من تقويض تقسيم المنطقة. لكن السعودية مش هتتوقف، والإنذار من محمد بن سلمان كان واضح جدا، والمواجهة هتكون كبيرة في الفترة اللي جاية. المواجهة هتكون كبيرة يعني إيه؟ يعني دلوقتي أصبح في إطار إحنا اللعب على المكشوف.
تيم ليندر كينج لما يجي يقول لك دي ايران بتهرب السلاح في اليمن، اللي عمره ما نطقها وقالها في خلال السنوات الماضيه. الصحفيين الامريكيين في بعض الصحف الاجنبيه في خلال الايام الماضيه وحتى صباح اليوم وقبل يومين اتنين كانوا بيتكلموا كلام مباشر جدا انه بايدن مش هو وفريقه لن ينتظروا كثيرا لاعاده اشعال اليمن والوقوف بجانب الحوثيين. وده اللي فسر لنا، ده اللي فسر لنا ان الحوثيين حتى اللحظه مش موافقين. الحوثيين مش موافقين، الحوثيين شايفين انه لا احنا ما يعني ما نتركنش على الرف كده. ممكن يكون هيتم استخدامهم من قبل السي اي ايه، الموساد. واضح جدا ده كلام كاتب امريكي بيتكلم كده، بيتكلم كده وش ان بايدن مش يسكت على الهدنة او السكوت اللي حصل في اليمن، وانه ما فعلته السعودية في الاعوام الماضية لابد من محاسبتها. ده بيقول كاتب امريكي بيقول كده ان لازم يتم المحاسبة، وان في اعضاء في الكونجرس الامريكي هيقوموا بمحاسبة السعودية على ما فعلوه في اليمن في الاعوام الماضية. هما شايفين السعودية اللي كانت بتقوم بحرب شرعية في اليمن، مش شايفينها كده، لكن ولا شايفين ان الحوثيين ما فعلوه. ليه؟ لان دول ازرعهم. ثم السؤال اللي بيطرح نفسه، هي امريكا ومالها ومال المنطقه هنا؟ يعني اصبحت امريكا للدرجه دي هي يعني هي اللي بتتحكم في الكره الارضيه، ولا احنا اللي سمحنا لها بكده من سنين طويله؟ مش معنى ان انت قوي ان انت تيجي يعني تضع انفك في الكبيرة والصغيرة في المنطقة. عشان كده الأمير محمد بن سلمان لما جمع إخواته في البيت العربي في جدة أمس 19 مايو كان ولادة بيت عربي جديد. الرجل القوي عايز يخلي إخواته يكونوا أقوياء معاه، لكن لازم يكون في إخلاص في القوة دي، ويكون في إيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم إيمان بان انت اللي هتقابله في الايام اللي جايه صعب جدا وتكون قده، لكن ما تخافش. طول ما انت مع اخواتك قوه واحده ما تخافش، طول ما انت مع ربنا ما تخافش، طول ما انت خايف على ابناء وطنك ما تخافش، طول ما انت مؤمن بان في قضيه انت قائم عليها وحريص عليها ان انت تبقى امين على بلدك وثروه بلدك و أبنائك من الوطن، وإن أنت تبقى شايف كويس جدا اللي حصل لسوريا واللي حصل في ليبيا واللي حصل في اليمن من كمية التهجير اللي حصلت، واللي حصل في العراق من التهجير اللي حصل، لازم تبقى أنت شايف ومتأكد إن كل خاين وعميل إخواني ومتأير لابد من إسكاته، لأن هو الوحيد اللي هيكون غير أمين عليك في الحرب القادمة. خطة البديل الجديد لضرب ما تقوم به السعودية من تقويض تقسيم المنطقة وتصفير مشاكل المنطقة، احنا امام مواجهة كبيرة جدا تستدعي ان احنا لازم نستدعي قوتنا كلنا لنكون وحدة فعلا، ليست بالكلام ولكن بالفعل. الامير محمد بن سلمان جمعكم في بيت واحد عشان تكونوا كلكم صف واحد، ما يكونش في البيت ده واحد لخاين ولا عميل، لان انت هتقابله وهتواجهه في الايام اللي جايه اصعب ما ممكن تتخيل، سواء في سوريا او في العراق المناطق المرشحه للاشتعال، وممكن جدا لبنان، لكن انا اتوقع هتكون للاسف سوريا، لان ما يقام الان في سوريا لن يرضي لامريكا ولا اسرائيل لطرد ميليشيات ايران ولطرد بشار الاسد اللي كان وجوده منفعة لإسرائيل وأمريكا لاحتلالها ونهب ثرواتها. حفظ الله جميع صدقكم الله الذي لا تضيع ودعه.